السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير توقيت طبعا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بإذن الله الفيديو دوت هيبقى الفيديو الثالث من كورس تعليم الاكسل للمبتدئين. تمام، في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن جزء كبير من قائمة هوم. الفيديو ده ان شاء الله هنكمل فيه قائمة هوم. على فكرة الاكسل مهم جدا جدا جدا، هيفيدك كتير. لو انت حتى عندك محل صغير كده وعايز تعمل الحسابات بتاعتك عليه هتعملها عليه. وان شاء الله الفيديو اللي جاي اللي بعده ان شاء الله هنتكلم عن فيديو كامل عن المعادلات الحسابية اللي في برنامج الاكسل. تمام، فتابعوني وكملوا السلسلة للاخر عشان تستفاد. يلا بينا نبدأ الفيديو. يلا بينا. طيب ونبدأ نكمل الفيديو الثالث من سلسلة فيديوهات تعليم الاكسل للمبتدئين. وفي الفيديو اللي فات وصلنا ل في قائمة هوم لحد ما هنبدأ بالجزء بتاع السل او الخلية اللي هو اوله انسيرت ده. تمام، اول حاجة فيه لو احنا واقفين مثلا على دي كده، اول حاجة عندك انسيرت. انسيرت لو انت عايز تضيف خلية جديدة، لو عايز تضيف صف جديد، لو عايز تضيف عمود جديد، لو عايز تضيف شيت كامل جديد. تمام، طب انا اعرف منين انا عايز مثلا اضيف صف او اضيف عمود؟ شايفين العمود هنا، في عمود اضاف جديد هنا اهو. تمام، طيب لو انت عايز مثلا تضيف خلية، هيقول لك انت عايزها تبقى في اليمين ولا فوق ولا تحت ولا في الشمال. تمام، هنقول له ليفت كده مثلا، اقول له اوكي، نزلت برضه اهي كمان. تمام، ده بالنسبة للايه الانسيرت. في عندي الجزء بتاع ديليت، لو انا عايز احذف الخلية ديت هقول له ديليت سيل. لو انا عايز احذف الصف كله كده مثلا هروح حذفه كده هيتمسح اللي انا واقف فيه كله اهو الصف. تمام، لو انت عايز تحذف عمود هيتحذف العمود اللي هو كان فيه احمد دوت هنا كده. طيب لو انت عايز تحذف الشيت كله من هنا هتحذفه عادي. تمام، طيب الجزء بتاع فورمات بيقول لك عايز تظبط الارتفاع بتاع الصف او عايز تخليه اوتوماتيك، يبقى على حسب حجم الخط اللي فيه. برضو العمود، عرض العمود، لو عايز تخلي العرض بتاع العمود اوتوماتيك او عايز تخليه الافتراضي. تمام، عايز تعمله هايد او ان هايد اللي هو الاخفاء والاظهار، عايز تسمي الشيت بتاعك ممكن من هنا، حاجات كتير كده في الايه في الفورمات سهله يعني. تمام، عندي الجزء بتاع اوتو صم. ده اوتو صم ده حاجه مهمه جدا، ده وان شاء الله هيبقى لينا فيديو كامل عن المعادلات الفانكشن اللي هي المعادلات. لو انا جيت من هنا يعني هو حاطط لك حاجات كده اساسيه، الصم الجمع افريج دي اللي هي المتوسط، الارقام الماكس اعلى حاجه والمين اصغر حاجه. وهنا كمان عندي كتير، ممكن تعمل هايبر لينك وممكن تعمل دوال كتير، بس كده ايه هيبقى ليها ان شاء الله فيديو كامل مع بعض يعني. ان شاء الله هنعمل فيه كل المعادلات او كل الايه الدوال اللي موجود عندي. سريعا كده هوريكم ازاي. بس كده ايه، لو انا مثلا عندي الخليه دي فيها 12 والخليه دي فيها 10، تمام، عايز اجمعهم في الخليه دي مثلا، هروح رايح هقف الخليه اللي انا هجمع فيها واروح مثلا على الصم من هنا كده، اخترت صم، شايفين ممكن تكتبها بايدك بالشكل ده وممكن تخليها تختارها من هنا كده زي ما احنا شايفين. وهنقول له الخليه دي اسمها ايه، اي 6 في العمود اي رقم صف 6، يكتبها يا اما حددها كده اي 6، وهنا دي 6 اللاب عندي تقل، اللاب عندي تقل. خلاص اي 6 ونروح عاملين الفصله المنقوطه كده بالشكل ده كده، واقول له حط لي ايه بعديها، اي 6 تاني؟ لا انا مش عايز اي 6، انا عايز دي 6. خلاص، وهنقف بره الصف واقول له انتر، راح جمعهم لهم بقت 12 و10 22. لو جينا وقفنا بصينا شايفين المعادله اللي كتبت ايه، يساوي صم اللي هي دالة الجمع واسم الخلية دي ونقطة
حاجتين فوق بعض او فاصلة منقوطة ب اي 6 تمام. ده عمل لي الجمع تمام. طيب الموضوع سهل وبسيط، لو انا عايز دالة المتوسط هشيل صم من هنا واحط المتوسط فهيطلع لي المتوسط. يعني ممكن نجربها كده، هنيجي هنا ونمسح واقول له افريج، بس هو بيطلع لي اهو، اختار افريج من هنا ادوس انتر. نفع منفعش؟ ليه طيب منفعش؟ عشان هو مختارهاش اصلا. خلاص طلع لي المتوسط 11 تمام، بقيت الافريج تمام. طيب ده بالنسبه للدوال تمام. عشان ما نطولش عليكم عشان وقت الفيديو، قلنا ان احنا هنعمل فيديو للفانكشن او المعادلات كلها مع بعض تمام. ممكن امسح كمان من هنا اي حاجه، كلير اهو مسحها لي. ممكن اعمل فيل، فيل رايت او داون او اي حاجه، فيل اللي هو املاء بلون تمام. برضو حاجه مهمه كمان هنا، لو انا عندي كده 1 2 3 4 5 6 مثلا، وعايز اعمل لهم ترتيب تصاعدي وتنازلي، يعني مثلا اي ارقام عندك وانت عايز ترتبهم تصاعدي وتنازلي، بتحددهم بالشكل ده كده وتروح على السورت. انت عايزهم ايه؟ سورت، بيقول لك سورت سمول ليست تو لارج ليست. اه هو كده كده بادئين هم من الصغير للكبير. طب انت عايز تعكسهم من الكبير للصغير، بص عكسهم لي بقى الواحد تحت اهو تمام. ده الترتيب التصاعدي والتنازلي، ليها كاستم تمام، اللي هو اعدادات مميزه انت ممكن تعملها عادي تمام. عندي كمان ممكن عندي انك تعمل فايند يعني بحث. انا عايز ابحث عن ايه هنا؟ عن حاجه، عندي حاجه اسمها احمد صح؟ احمد كده، واقول له فايند اول. مش لاقي حاجه اسمها احمد هنا خالص، ازاي مع انك انت عندك احمد مكتوب؟ فايند ونكتب له احمد ونقول له فايند نيكست. بصوا هعلمني على احمد ازاي. فايند نيكست تاني بيفضل شايفين كده يتنقل ما بينهم تمام. طب لو شلت احمد منه وكتبت 10 هيعلمني على علامه 10 تمام. طب انا عايز اشيل العشرة دي واحط مكانها، اهو انا عايز اشيل العشرة كتبتها فوق واحط مكانها 12 شبه اختها اللي جنبها، واقول له ريبليس بدلها لي اهو. ريبليس يعني تبديل تمام. دي القصه بتاعت فايند وريبليس. ريبليس وكمان القصه بتاعت الايه السلكشن تمام. طيب يبقى احنا كده لحد هنا وخلصنا قائمة هوم تمام. معلش قائمة هوم، انا زي ما قلت في الاول قائمة هوم من القوائم المهمة والمليانة حاجات. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنبدأ بقائمة انسرت. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.